القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا من الله اشفعنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا من الله اشفعنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا وتوجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى ابن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا وتوجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا عند الله اشفعنا عند الله يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله يا حجة الله يا لا خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله يا حجة الله يا لا خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أيها القائم المنتظر المحدي ابن رسول الله يا حجة الله يا لا خلق يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سب دعا طلب کریں خصوصی طور پہ اس گھر کی برکت کے لیے خیر برکت کے لیے اور جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے ان سب کے لیے ٹھیک ہے روزگار اور جو جس چیز سے پریشان ہیں اس سے پریشان وحاجتي الى الله وتوسلت بكم الى الله واستشفعت بكم الى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي بكم وبقربكم ارجو نجاة من الله فكنوا عند الله رجائي يا ساداتي يا اولياء الله صلى الله عليهم اجمعين لعن الله اعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم نظر معصومین بالخصوص صلی اللہ علیہ السلام اور جناب فاطر بن کے اصل اب کہیں ہے لگا
لا 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 لا